يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فهو ملعون، ومن سئل فلم يجب فهو ملعون، هل هذا يدل على تحريم السؤال بالله؟ إيش؟ يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فهو ملعون، ومن سئل فلم يجب فهو ملعون، ألا يدل على تحريم السؤال بالله؟ وين الحديث هذا؟ وين وجدته؟ سأل بالله فهو ملعون، ما أدري عنه. نعم. يقول وفق الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سألكم بالله فأجيبه، دل على أنه يجوز السؤال بالله. نعم.